اهلا بكم اعزائي مشاهدي برنامج اخر مزاج وحلقه جديده من مطبخ اخر مزاج اللي بيقدم اكل على المزاج. النهارده الاكل اللي على المزاج ده هيبقى عباره عن ايه؟ هنعمل رز بالطماطم اللي هو زمان كده كنا بنروح ناكله مخصوص في قلب المطاعم وبيكون ليه طعم حلو ومميز. زهقنا بقى من الرز ابو شعريه والرز ورزه والرز الابيض والرز الاحمر ديشيليون صنف رز، قلنا نغير شويه. هنعمل كمان النهارده لوبيا ام عين سودا بطريقه لطيفه كده، وهنعملها النهارده بالسلق كده والكزبره زي القلقاس بالظبط، يبقى طعمها حلو قوي ولازم تجربوه وتشوفوا هيعجبكم ازاي. هنعمل كمان مع بعض كفته الرز، طلبتوها مني كتير جدا، هنعملها بطريقه سهله وادي المكونات بتاعتها اللي حضراتكم شايفينها قصادكم زي ما هي باينه كده. تعالوا ونبتدي نشوف الاصناف بتاعتنا هنعملها ازاي. طيب احنا دلوقتي عايزين نعلق على الحاجات اللي بتاخد وقت. ايه اللي بياخد وقت يا بنات؟ اللي بياخد وقت السلق عبال لما بيستوي ويتحمر علشان يديكي درجة اللون الخضار المتحمر الحلو ده، مش خضار مسود، خضار كده لونه جميل زيتي. تعالي نشوف احنا هنعمله ازاي. اهم حاجة انك لازم بتحطي في الاول زيت اهو، ماشي؟ طيب بعد ما حطينا الزيت، الزيت هنا هيسخن كويس، بتجيبي السلق تقطفيه تغسليه كويس قوي، وبعد كده بتخرطيه نفس شكل السبانخ، وبتجيبي كزبره خضراء وشبت. خلاص يبقى كزبره وشبت وادي السلق. الثوم الصحيح تعالي شوفي احنا هنعمل ايه فيه. هنحط كده بالشكل ده خلاص. وبعد ما حطينا الثوم هنا تاخدي بالك من حاجتين. اول حاجه الخضره لما بتنزل في الزيت بتطرقع. ليه بتطرقع؟ لان اتفقنا مع بعض الخضار كله بيبقى فيه سوائل، فالسوائل دي لما هتبتدي تبك في الزيت والزيت سخن هتقوم عامله مطرقعه او مطرطشه، فتاخدي بالك لان هي بتبقى صعبه جدا لو لسعتك. فتعملي ايه؟ بتحطيها ايديكي الناحيه الثانيه بيكون فيها غطا، فالغطا لما بيبقى موجود ايه اللي بيحصل؟ بيعمل عمليه كمر للبخار فما يخليهاش ايديكي تتلسع. طب ممكن حد تاني يقول لي ما نحط كله على بعضه ني في ني. لو حطيتيه كله ني في ني اللي بيحصل ان الخضره بتلزق في القاع بتاع الحله او الطاسه اللي انت بتعملي فيها، ودايما لما بتقلبي بتقلبي بسيليكون، ما بتقلبيش بخشب في الحلل الجرانيت او في الحلل اللي ما بيلتصقش فيها الطعام. ليه؟ لان دايما هوريكي المشكله بتبقى فين في المعالق الخشبيه. يعني مثلا ولنفرض دي معلقه خشب اهي، مع كتر الاستخدام الحته دي بتتجرح، انت شايفه المعلقه سليمه، لكن لما تيجي تمشي ايديكي عليها هتبصي تلاقيها خشنه، تيجي تقلبي وتيجي تسلكي الخضره فانت معناها ان انت اكنك بتكحتي في قاع الحله من تحت، تبقي لسه بتستخدميها لاول مره تلاقيها اتجرحت. ففي حاجات صغيره جدا جدا في المطبخ لما ناخد بالنا منها تخلي الحاجات بتاعتنا نحافظ عليها، الادوات اللي احنا بنستخدمها في قلب المطبخ. طيب انا هاجي هنا التومه اهي بدت، شايفين تتحمر اهي، هاجي هنا واقوم نازله، شايفه الخضره او اللي هي السلق هنزل بيه كده. بصي الصوت، شايفه الصوت ده؟ تاخدي بالك منه علشان خاطر ما تطرطش عليكي خلاص. فلازم يكون في ايدك غطا، لو انت حاسه ان الزيت سخن منك بزياده الغطا ده هو بيخلي ايديكي ان انت تبقي محافظه عليها. وطبعا الكم ده كله هتبصي تلاقيه دلوقتي هبط، بقت حته صغيره قد كده اهو اهو، ادي السلق وادي الكزبره الخضراء، وهوريك احنا بنعمل ايه، وادي الشبت اهو، وهقوم جايه حاطه شويه ملح. ليه؟ شويه الملح هيساعدوا في حاجتين، ان الورق ينشف، وتاني حاجه تتخلصي من السوائل بتاعته بسرعه جدا اهو. هتبصي تلاقي كل ده قل وبقى شويه صغيرين جدا. طيب هاجي هنا
عبال بقى ما الخضرة تستوي براحتها جدا، عايزة أعلق على الرز ياخد وقته، علشان احنا عندنا بعد كده في كفتة عايزة تتعمل. هزود هنا الغلاية بتاعتنا مية اهي بالشكل ده، وهعلق عليها، وبعد كده عبال لما المية تغلي، شايفين الخضرة بدت تقل ازاي اهو، هاجي هنا وهقوم جاية نازلة بقطعة سمن اهو بالشكل ده اهو، وبعد كده هقوم جاية واخدة الرز المغسول ونازلة بيه هنا كده اهو، وابتدي اشوح الرز كويس قوي اهو. خلاص طيب، هنجيب هنا حلة تانية اهو، وهرفعها برضو على البوتاجاز علشان احط فيها اللحمة المسلوقة اهو، هرفعها هنا كده على النار واسيبها تسخن اهو. عملنا كده، اهم حاجة بقى ان احنا لازم نشغل كل حاجة مع بعضها. طيب عبال ما الرز يتحمص انا ممكن كمان اشغل الكفتة، لان لسه في عندنا وقت للقلي، نبقى احنا عارفين احنا بنعمل ايه. هتيجي هنا هتحطي بصل بالشكل ده، وادي اللحمة اهو، وهنحط الشبت والبقدونس والثوم، عايزة هنا برضو أقلب الرز ليه علشان ما يتحمرش اهو، هنحط له شوية الملح بالشكل ده، شوية من الفلفل الأسود، وبعد كده هنقوم نازلين بمعلقة صلصة عشان تدينا اللون الحلو اهو، شايفة درجة اللون الذهبي دي البامبا اهي بالشكل ده كده، لحد لما المية تغلي هجيبه على جنب، لان بصي الرز خلاص بدا ان هو يبقى مفلفل. بعرفه ازاي؟ لما بقفل كده على ايديا بصي والاقيه مسك في بعضيه كده بيبقى اتحمص حلو، لو انا بقلب وهو لسه مفرفط كده عن بعضيه بيبقى لسه ني. خلاص هاجي هنا هقلب بالشكل ده، وبعدين هاجي في الحلة دي وهقوم جاية عاملة البيون بتاع اللحمة، حتة السمنة اهي، بعد كده هاجي اجيب البصلاية السليمة بتاعة السلق اهي، بشيل العنقود بتاعها اللي فوق ده اهو، ادي التقشير بتاعها بتجري دي صحي اهو، نعمل كده، بقوم حطاها زي ما هي هنا كده، ممكن اجيبها هنا على النار العالية دي شوية عشان تشد معانا ادي الخضرة، شايفة قلت ازاي، ادي الرز، وهاجي هنا هقوم نازله
باللحمه بالشكل ده، اديها صدمه مع السمنه اهو. وهقلب بالشكل ده لحد لما تبتدي تشد معايا. الميه غليت، عايزه بس اسقي الرز الاول علشان لما نروح فاصل ونرجع تكونوا حضراتكم شايفين احنا عملنا ايه. هنرجع لهنا برضو، حطيت اللحمه والبصل والشبت والبقدونس، ادي الثوم اهو، وهبتدي اضرب الكفته بالشكل ده. بعد كده هبتدي احط الرز المطحون اهو، ادي اللحمه بصي هتبقى كفتايه واحده اهو. خفقت كويس، هبتدي انزل بالرز شويه بشويه. هنا الميه هي غليت، هعلق على الرز الاول قبل لما نروح للفاصل. بصي اهو، ادي الميه، هغطي على الرز واسيبه يستوي. اللحمه بتاعتنا اتشوحت اهي، دي طريقه السلق الصح، انك لازم اللحمه تشوحيها في حته السمنه حلو مع البصله، وبعد كده تحطي عليها عقد الميه بتاعك. عايزه بقى تحط لها ورق لورا وتحط لها حبهان، ده كمان راجع لك. ايه رايك هنروح لفاصل صغير جدا، اكون ضربت الكفته ونرجع نكمل مع بعض. فاصل ونواصل، ابقوا معنا. لحضراتكم مره تانية مع كفته الرز. بصي ده القوام بتاعها بعد ما حطيت له الرز المطحون، ده قوام الكفته اهو. خلاص تعالي بقى نحيقها، انا لسه ما حطيتلهاش الحياق بتاعها. ادي شويه البهارات، وادي الكمون، الكمون بيديها طعم حلو جدا، الملح اهو، شويه من الفلفل الاسود. احنا طبعا انا في الفاصل سويت السلق، شايفه لونه في الطاسه اللي جنبي اهي، ورفعته من على النار. طيب انا هاجي هنا دلوقتي واجيب طبق وحاطه الزيت بيسخن. اهم حاجه في كفته الرز اللي هتديكي طعم حلو جدا ايه هي؟ ان انت برضو تبخريها. كفته الرز لما بتتبخر بتدي طعم حلو جدا، والطريقة دي بتاعتي يعني حصري على قناة صدى البلد وبس اهو. اهم حاجة ان يخش فيها كويس قوي البهار بتاعها اهو. هعمل كده، وبعدين هقوم جايبة قطعة فويل صغيرة اهو، هعمل كده اهو، هاخد حته الزبده احطها هنا، وبعد كده هكون جايبه الفحميه بالشكل ده. هنا في حته كمان، طيب وهحط كده، ناخد دي اهو، وهغطيها علشان تاخد طعم التفحيمه الحلوه دي. طيب بعد كده انا عايزه هنا ابص برضو على الرز
نشوف اخباره ايه. الرز استوى، هرفعه من على النار بالشكل ده كده هنا، وهغطي عليه. عايزة ابص كمان على اللحمة، هاجي هنا واشيل البصلايه السليمة اللي انا حطيتها اهو. اللحمة انا مقطعها قطع صغيرة اتسلقت حلو اهو. نشوف تاني كده فيه بصل، خلاص كده مفيش بصل تاني. هاجي ده لا ده دي مهمة جدا، ده السلق بعد لما اتحمص، ده هو ده اللون اللي مهم جدا. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هاجي هنا وهقوم نازلة باللوبيا المسلوقة، واللوبيا لازم تتسلق وتنزلي ميتها الأولانية علشان ما تخليلكيش الأكل بتاعك غامق أهو. هعمل كده وبعدين هقوم نازلة بمرق تاني بالشكل ده أهو، وهرفع هنا على النار العالية أهو بالشكل ده، وهغطي عليه. طيب أنا هاجي هنا دلوقتي، تعالي نشوف كده هنكمل مع بعض إزاي. هاجي هنا أرفع الحلة دي على النار، ممكن أحطها هنا كده أهو، وبعدين هحط سمنة علشان أجهز للصلصة بتاعة كفتة الرز أهو. وهاجي هنا هشيل ورقة الفويل بالشكل ده، وتعالي نعجنها تاني اهو. وهاجي هنا هبتدي اخد من العجين بالشكل ده بتاع الكفتة اهو، بعمل كده وبكورهم الاتنين مع بعض، وبحط في الطبق جنبي علشان لما احطها في الزيت احطهم كلهم ورا بعض اهو، اتنينات اهو. عايزه بس هنا اشيك على السمنه، انا عايزاها تسخن كمان شويه علشان انزل بالبصله فيها اهو. ادي الكفته، عايزه بقى تعمليها طويله، في ناس بتحبها على فكره تعملها صوابع طويله، مفيش مشكله لو عايزه تعمليها صوابع طويله، بس انا بفضل كفته الرز لما بتبقى كور بتبقى جميله. وانا عن نفسي يعني من الناس اللي كانت ماما تقف تعمل الكفته واجي من وراها واقوم واخدها محمره، انا بحب الكفته المحمره جدا، كفته الرز يعني افضلها محمره. متهيألي مخرجنا برضو بيحبها محمرة مش كده؟ الله يخليك ده من ذوقك. هاجي هنا وأقوم نازلة بالبصل أهو، بصلة دي مهمة جدا ولازم تاخد كده تشويحة حلو تبقى شنية. يعني نكمل تاني أهو، إحنا لا بنطلع من تحت كاونتر ولا الهوا، كل الشغل بيتعمل في آخر مزاج وصدقوا على طول اهو. ادي حتتين يعني بقرص الكفته، اسمها ده تقريص الكفته، بحيث يبقى كله قد بعضه اهو. تاني بالشكل ده. طبعا زمان كانوا بياخدوا السلق ده بيدقوه في الهون، بس انا هنا حاليا ما عنديش هون دلوقتي، يبقى في الهاند بلندر، هوريك هتعملي ازاي بالهاند بلندر اهو. ادي وحدات الكفته اهو، نكور كده بسرعه. لو انت بتعملي بايديكي في البيت ومش لابسه جوانتي وبيمسحي كده ايديكي بشويه زيت علشان ينجز معاكي على طول اهو. شايفه احنا لما بنعمل اتنينات كده بنخلص بسرعه اهو. ادي
طيب ايه رأي حضراتكم نروح لفاصل صغير جدا ونرجع نكمل مع بعض. انا هعمل ايه بقى؟ يعني بصوا هسقط طيب الكفته شويه، لازم يعني معلش يا احمد لعشان يفتكروني ان انا طلعت الكفته من تحت اهو اهو. هنروح لفاصل صغير جدا ونرجع نكمل مع بعض بقيه الاكل الجميل اللي ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. فاصل ونواصل، ابقوا معنا. لحضراتكم مرة تانية، الكفتة اتحمرت بقت بالشكل ده، وادي هنا البصلة اتحمرت اللي هنسقط فيها عصير الطماطم اهو بالشكل ده، وهنا عندي شوية من المرق اهو، هرفعها هنا على النار الأعلى قبل لما اسقط الكفته. طيب هاجي هنا علشان خاطر بقى اعمل قصه السلق دي، نشوف هنعملها ازاي. هتاخدي شويه مرق كده وتقومي نازله هنا كده اهو، الموضوع اهو سهل ما فيهوش اي صعوبه خالص اهو. وبعد كده هكون محضره الهاند بلندر اهو، بعد ما حطيت كده بالشكل ده هغطي هنا تاني، علي كده، وهاجي هنا عند الطاسه دي اسخنها كويس قوي. تعالي نشوف بقى هنعمل ايه. ادي الهاند بلندر، بسم الله. علشان اطحن الخضره دي احنا هنعمل حاجه تانية، معلش انا اسفه جدا. هقلب الكلام ده كده هنا اهو عشان تبقى غويطه، حطها بس كده لحظه. وتعالي نشوف هنعمل ايه، هنشيل اي زيادات كده وقعت مننا. نبص هنا دي لسه ما غليتش، وهقوم جايه خفقه كده كويس قوي اهو بالشكل ده. بعد لما خفقت الكلام ده كده كويس قوي، اهم حاجه انها تبقى ناعمه جدا اهو. هاجي هنا دلوقتي وهقوم واخده السلق نازله بيه هنا كده اهو، خلاص. طيب بعد ما عملنا كده هاجي هنا وهقوم جايه نازله بقطعه سمن بالشكل ده، وبعد لما هنزل بالسمن انا هاجي هنا وهطفي بقى النار فوق كده خالص. بعد ما طفيتها هقوم جايه نازله هنا بالثوم بالشكل ده، هاجي هنا وهقوم نازله بالكفته اهي، وهسيبها تاخد غلوايه حلوه لحد لما تستوي. ادي الكزبره الناشفه اهو اتحمرت معاكي حلو قوي، غطي هنا كده قبل ما نغرف علشان تاخد لها غلوايه حلوه. ادي الكزبره الناشفه مع الثوم
وهاجي هنا واقوم حاطه كده. معايا يا احمد؟ ابو حميد وقت ما تجهز تقولي اوكي انا معاك. طيب هاجي هنا وهقوم جايه نازله بالكلام ده كده اهو، وهقوم مغطيه الحله واجيبها كده على جنب، وتعالوا بينا نغرف الاكل بتاعنا ونشوف شكله بقى عامل ازاي. هنشيل دي كده ادي الكفته، هي المفروض تاخد غلوايه كمان بس علشان خاطر وقتنا احنا لازم نكون مخلصين. هاجي هنا دلوقتي كده وهقوم واخده الكفته نازله بيها كده هنا اهو في قلب الطاجن. انت بتسيبيها تغلي لحد لما تحسي ان الكفتايه نفسها طريت معاكي، هي لسه ناشفه شويه ولكن عشان خاطر وقتنا، وخاصه ان انا زي ما قلت لحضراتكم بحب اعمل الاكل يكون طازه، ما يكونش حاجه طالعه بارده او معموله جاهزه. اهو حطينا دي كده، هاجي هنا واقوم حاطه شويه حاجه خضراء بالشكل ده، وبعدين اوديها على السفره بتاعتنا. بعد كده هاجي هنا واقوم غرفه الرز، ادي الرز بتاعنا الجميل بعد لما خلص. الرز بصوا مفلفل ازاي ويفتح النفس اهو، وريحته حلوه جدا وطريقته سهله ما فيهاش اي حاجه صعبه اهو، وبنضغط علشان ياخد شكل الفورمه اللي محطوط فيها اهو. خلصت الرز بالشكل اللي يفتح النفس ده، والاخر حبايه معانا مستويه اهي، هاجي هنا وعامله كده وهسيبه يريح الاول عبال لما اجيب الطبق بتاعنا اللي هنغرف فيه اللوبيا اللي باللحمه. ادي طبق الرز اللي بالطماطم، ادي شكله، وهاجي هنا واقوم جايبه الكبشه وغرفه اللوبيا اللي باللحمه اهي. اظن ما خدتش مننا وقت واتعملت بطريقه سهله وجميله، وجربوها لانها بجد هتعجب حضراتكم جدا اهي. خلصت بالشكل ده كده، وهقوم واخده اي حاجه حمراء علشان نكسر درجه اللون الاخضر ونوديها على سفرتنا، ويا رب مطبخ اخر مزاج النهارده تكون الحلقه نالت اعجاب حضراتكم. هنروح لفاصل صغير جدا عشان نكمل فقرات اخر مزاج، فاصل ونواصل، ابقوا معنا.